الموضوع كيما تنجموا تتصوروا هو يتعلق بالاستقاله، ولكن الاستقالات ربما ما تصحش للدوله الصحفيه في الوضعيه هذه بالذات، باش ما تصيرش تاويلات. ومادام انا موجود واللي عنده سؤال ماذا بيا يسالني قبل ما يروح، تجاوب على كل اسئله ما غير تفاصيل كبيره ولكن بما يكفي معناها من الموضوع. الموضوع يتعلق بكوننا كنا في حوار مع في الترويكا في وقت تشكيل الحكومه، نحكيوا على وزارات معينه عندها علاقه بحقوق الانسان. ما اتفقناش مع الاخيين على مثل هذه الوزارات، فمشينا المخطط ب اللي هو وزارات او وزاره بالذات عندها علاقه باجتثاث الفساد وكفاح الفساد. وفي الوزاره هذه اللي هي مش منظمه وزاره او وزير لدى رئيس الحكومه، قلنا وقت وزير معتمد لدى رئيس الحكومه، يكون عنده ما يكفي من الصلاحيات باش يقوم بالدوره هذه اللي هو التزم به معناها باسم الحزب، والحزب كله التزم به اللي هو كفاح الفساد. واللي هو على اي حال معناها كان موضوع اتفاق ساعتها واللي يتعلق اساسا بالرقابه. رقابه او جهاز معين للرقابه في الوزاره الاولى كان موضوع اتفاق بيننا وبين الاخيين في الترويكا، هذا اللي صار وقبلنا لدخول الحكومه على اساس هذايا. ملف حقوق الانسان مطمنين حتى كانوا اخيانا واخذين في العدل وفي الداخليه مش مقلقين، لكن على الاقل قلنا عطيونا ملف يتعلق بمكافحه الفساد صحيح الاداره الى اخره. واخذينا هذا بالاتفاق، ولكن طبعا ما نكتبناش اتفاقات بماده كتابيه خاطر ماناش مضطرين معناها باش نكتبوا بين بعضنا عقود ويسجلوها في القضاء، لكن هذا هو اللي صار. بعد ثلاث اسابيع اكتشفت انه الاتفاق هذا لم يقع احترام، فما كنت في بيتي وسربت الخبر اني وهديته بالاستقاله. ووقع لي اتصال بي على اساس كون نرجع وكل الصلاحيات متفق عليها، وقيل ساعتها ذلك كل الصلاحيات متفق عليها سيقع الاستاذ هذه. رجعت من الاسبوع الاول اتفقنا كونه الوظيفه العموميه اللي كانت محل اتفاق يكون عند وزير مكلف السلاح الاداري، ولكن فيما يخص الرقابه هذه راه موضوع حساس على اساس كون مش معقول. قالوا لي ساعتها وزير معناها يراقب وزراء اخرين، هو مش صحيحه بالمناسبه، يعني فما وزراء عندهم هيئات رقابيه ينجموا يراقبوا في وزارات اخرى، وعلى حد علمي ما فما حتى وزير يشتكي من كونه زميله باش يجي يراقب ملفات معينه في الوزاره نتاعو. لكن هذه هي الحجه اللي بقات، وحاولت الحق تيله الفتره الفارطه حتى لتاريخ 24 مايو كوني نقنع السيد رئيس الحكومه بكون من غير الصلاحيات هذه باش نعمل، بالنظر للضغط كبير من المواطنين في ملفات الفساد. في الاثناء ما ربعتش يديا خلقت جهاز ماهوش مخصوص عليه بالقانون لسوء الحظ، وقلت للسيد رئيس الحكومه راني خلقت جهاز غير مخصوص عليه بالقانون اللي هو هيئه الوظيفه العموميه والاداره العامه للوظيفه العموميه، ولاو في تاريخهم عمرهم ما كانوا يعملوا رقابه، كلفتهم كانوا يعملوا رقابه فيما يخص فقط حضور الموظفين، وفيما يخص حتى بعض ملفات ما يتعلق بالتصرف في الاداري المالي، كلفت حتى الاسلحه الاداري الاداره العامه للسلاح الاداري بعض الموظفين نتاعها اللي هم ماهمش جهاز رقابه وفقا للتشريع الجاري بالعمل. لقينا اساس قانوني بالنسبه للوظيفه العموميه وهو ان الاداره العامه للوظيفه العموميه تراقب تطبيق الانظمه الاساسيه تحت هذا العنوان. وانا ذكر بيح وقت المسؤول الاولاني في الوظيفه قال لي ما يجيش هذا مش قانوني، قلت له ما يساش على مسؤوليتي وعلى اساس النص القانوني هذا اللي يسمح، نص عام هو الحق عمره ما طبق بهذه الطريقه في الوزاره الاولى، يسمح بالرقابه فشرعنا في الرقابه. ولكن الرقابه هذه طبعا تبقى محدوده، تبقى في حدود حضور الموظفين، مسائل تتعلق بمناظرات قمنا بالواجب ولكن بعدد محدود جدا من الموظفين. في انتظار كونه ما نجموش نقعدوا 40 دينا، في انتظار كونه يتم الاتفاق النهائي فيما يخص جهاز الرقابه موجود، وفيما يخص مقترح قدمته وحده معناها بموافقه بعض الوزراء ومعظم الوزراء الاسبانيين، واللي هو الشيء هي مركزيه اللي اتفقت في الوزاره الاولى. حجم الفساد في البلاد مستشري كما نعرفوه الكل، كما نعرفوه قبل ما ندخل الحكومه، شكايات ياسر، التظلم ياسر، والشكايات منا نحن بيدها ولات ياسر. ودليل الناس يشكيوا يقولوا نقدموا في شكايات معناها الوزاره الاولى ما يجاوبوناش، طبعا مش باش نجاوبوهم لان نخدموا بكل موتينا من القوه بامكانيات ضعيفه، فما شكون عنده رغبه كون ما توسعش. لسبب او لاخر هو حط فيه وجهه نظر اختلفت. في نهايه الامر قدمت استقالتي يوم 24 مايو تقريبا منذ شهر للسيد رئيس الحكومه ومكنته في منزلي، حتى صارت بعض تدخلات من بعض الاخيان وزراء خاصه محرات النهضه، اصدقاء لينا دخلوا قالوا شو المصلحه انت محاشك بالصلاحيات، اذا تحب الحق تخدم تفضل اخدم. السيد رئيس الحكومه قال يتفضل فما حتى مشكل. هذا اللي صار، فما حتى شكون قال لو انك اضطررت معناها مره اخرى الاستقاله فساستقيل معك. على اساس هذا رجعت نخدم في بعد 8 ايام من حق البعد على الحكومه، ورجعنا في زيارات الجهات رجعت نشتغل، لقيت قانون تاع الانتدابات كان لازم نكمله، لكن حق من الاسبوع الاول السيد رئيس الحكومه جاوبني كتابه انه لا يستجيب لمطلبي. وهذا شيء غريب معناها كتابه، طبعا مش هو اللي كتب الكلام هذا، كتبوا ناس معناها من اداريين طبعا عندهم ثقه في العمل الاداري، حتى في عدل علي بعض منهم دون ما دخلت قالوا لي الاداره نتاعنا مليك لا نفع حتى اشكال. قلت لهم كيفاش نوصلوا هكا؟ يقولوا لي باش نعتذروا لبن علي في نهار من النهارات. على اي حال طبعا الانسان بعد 20 سنه و25 سنه في الوظيفه نحترم الخدمه نتاعه، ولكن يعتقدوا البعض منهم كون الاداره على احسن صوره ما تسحقش تغيير. انا نرى كونها تسحق تغيير وتسحق حتى جهاز رقابه اخر، اذا نحب نكون واجبين. بالتالي كان فما خلاف فيما يخص الصلاحيات، وفما خلاف فيما يخص طلب اخر حق ما كانش موضوع اتفاق سابق ولكن ظهر في وقت لاحق وطلبنا به، واللي هي الهيئه المركزيه اللي نتصوروا كانوا قادره باش تحمل الفيلم. اذا المساله واضحه مهما كانت الظروف
بالنسبه للسيد رئيس الحكومه الوظيفه العموميه وما ادراك ما الوظيفه العموميه. ذهب وزير الاصلاح الاداري بعد حوار صغير فما حتى مشكله. جهاز الرقابه هذا وان كان عدد الموظفين فيه 37 فقط فبالنسبه لي هو لا سبيل للاقتراب منه ولا مقترح اي اذن بمأموريه تعديل رئيس حكومه الصحه. لا انا نحب انا صح. هذا هو الاشكال الفرق بيناتنا، فلذلك قررت معنا كونه نعلن الاستقاله ولا نعود للحكومه وما عادش فما محاولات وتسقي الملف هذا نهائيا. هذا كلام ولكن نحب نوضح شيء اخر. الكلام هذا مش صالح في تصوري للاستغلال برشا من طرف المعارض. مش قضيه بغداد المحمودي ومش اي قضيه من القضايا، هذه خلاف داخلي صار في الحكومه علناه ما خبيناش باش نقصوا التاويلات وما زلت نسمع اسئلتكم ونجاوبكم معنا حتى صرف الوقت. ولكن نحب اخونا يترك مازال قايمه، انا من عام لحزب مازال مشارك في الحكومه. مشارك في الحكومه ونعتقد كون مصلحه البلاد تقتضيك ونحافظوا على الاستقرار هذا. الاستقرار هذا لازم يبقى، الانتخابات الجايه ماهيش بعيده. اللي يحب عنده مشكله مع الحكومه ينجم ديما نذكره معناها يقيلها معناها عن طريق او بالاحرى يغيرها عن طريق الانتخابات. هذا مبدا نبداو نتفقوا فيه. ان شاء الله ما يستغل حتى حد الاشكاليه هذه معناها لمحاوله خلط اي نوع من الحول. يحب يشك هو حر. ولكن كان المقصود هو ضرب من ائتلاف حاكم راهو قريب يكمل ائتلاف حاكم هذا ما عادش عنده برشا. ان شاء الله يكمل الدستور في تاريخ 29 اكتوبر. ان شاء الله في مارس الجاي تكون عندنا انتخابات. وكل انسان وقت ساعاتها يصوت وفق العاده، وان شاء الله الموسم تكون كان في خير، هذا اللي نحبه ناكدوه، اللي صرحت به ما عندوش علاقه باي تراجع في اتفاقنا فيما يتعلق بالترويكا، نعاود ناكدوا ذلك. السيد رئيس الجمهوريه علمته مسبقا بالموضوع، لكن ما نحبش الحق نحرجوا برشا المساله هذه، خاصه اللي ما فما شويه خلافات مع رئاسه الحكومه، ان شاء الله نكون تجاوزنا الخلافات مع رئاسه الحكومه ما بين الرئاسه ورئاسه الحكومه. واللي هي على خلفيه تسليم على البغدادي المحمودي مش في اطار تسليم. نعاود نذكر من جديد راني انا كعضو الحكومه صوت في اتجاه كون البغدادي المحمودي يسلم فورا. واللي يقول خلاف ذلك قلنا ساعات حتى في المجلس الوزاري راهو يقول القضاء الليبي غير مستقل. كيف كيف زاد وقت يحبوا السعوديه غدوه تسلم بن علي زاد كيف يقول ما تسلموش تونس خاطر القضاء التونسي تو خرج من الحكومه شغلكم غير مستقل حسب رايي قبل ما عنديش حق. فهذاك علاش بنفس الحجه نجم نقول لكم راهو ما نركزوش ياسر على حكايه القضاء الليبي غير مستقل. الشعب الليبي من حقه كان يطبق العداله على مجرمين كبار من نوع بغداد المحمودي وامثاله. ان شاء الله ربي يطول في عمره حتى يتحاك، ان شاء الله ربي يطول في عمر بن علي زاد حتى يتحاك. لازم نكونوا فرحانين بان احنا تغيرنا. اكيد تونس ماهيش كما تونس 14 جنب اللي نقول لكم فيه راه ماهوش داعي للتشامه وداعي للتفاهم، بالعكس هذا دليل الديمقراطيه نحكي ونتناقش ونختلف ونحلوا معنا مشاكلنا بالطرق الديمقراطيه. وكما قلنا ان شاء الله مازالت معنا الانتخابات جايه وتتغير الاحزاب اللي يحكم اليوم. طبعا فما شويه بعض الغرور عن بعض الناس في حكم الاوقات، لكن هي تداول اللي يحكم اليوم ما يحكم شيء وهذه هي طبيعه الشيء. ان شاء الله ما يصير كان خير في المستقبل، ان شاء الله الاستقاله هذه ما تكون كان ايجابيه. فيما يخص الاعمال اللي بقات في الوزاره، انا حكيت مع قبل ما نخرج اليوم مع سي عبد الرحمن لدر. ما نيش انا طبعا باش نقرر اذا خرجت، ولكن ان شاء الله يمشيو في اتجاه معين اللي هو يا اما تعيين وزير اخر للصلاح الاداري، وعنده صلاحيات بالنسبه مهمه ولكن مش بالدرجه اللي حكيتها انا. والا يقع تعيين سي عبد الرحمن لدر. لان انا سمعت بها الصباح كالخالد المبارك العضو السياسي المحامي للجمهوريه سي محمد قدم استقالته من الحكومه وانا شخصيا جو برون اكت سجلنا القرار والقرار النهائي كما اكد سي محمد تو. سالت بعض الزملاء المكتب السياسي قيل لي انه كيف سمعوا امس العشيه اذا ما لقيناش وقت باش ننظروا في الموضوع مع بعضنا. اذا هو امر واقع يلزمنا نتعامل معاه. اللي نحب ناكده لكم باسمي كعضو مكتب سياسي هو انه انعقاد الندوه في مقرنا ممكن يوحي بشيء احنا ما نحبوش نقول وهو انه ممكن يكون الحزب المقرر الجمهورية أم في كيف القرار هذايا أو من قريب ومن بعيد يمثلنا في الحكومة أحد يمثلنا في الحكومة احنا عندنا 5 أعضاء في الحكومة قرر الاستقالة هو حق بالمطلق. أنا نعرف اللي سي محمد عنده أسباب الوجهة مش هذا الموضوع إطلاقا. كان بدي لو أنه مثلا كان في الوزارة الندوة الصحفية باش يبدا واضحة ومفرقة كان شفتوا كان خرجنا من أزمة من 23 أكتوبر حتى الماي اللي فات والمجلس الوطني نتاع التطاوين باش أمكن لنا أن نخرجوا روسنا من تحت الماء بفعل سي عبد الرؤوف العيادي الأمين العام السابق اللي بالفعل كان ياخذ قرارات وبعد يحطنا مؤامر مقري وكان يرفض باش يجمعنا وباش نتحكوا باش كذا. يعني شيء ربما ما نحبوش يتكرر. نحب ناكد لكم اذا هذا
في ربما الختام. سمعت اللي سيد رئيس الجمهورية سيد مدير الديوان أعلن أمس سي أيوب المسعودي هبط علينا زاد المصر تاع الاستقالة بتاعه بالصحافة. سيد رئيس الجمهورية دونكي دونكيس رئيس مؤسس الحزب ما نعرفش هل هذا من اللياقة نعمله بطريقة هذه، لكن دائما وابدا نقول انه احنا في وقت حرية غيرنا فما بال اولى واحرى من ان نحمل انفسنا. رجائي انه يقع التأكيد من طرفكم كإعلام انه حزب المؤتمر برو اكت من الاستقالة سي محمد عبدي، ولكن لا يد له فيها ولم يستشر ولم يأخذ فيها قرار. ان شاء الله سي محمد من هكا قريبا يجمع المكتب السياسي باش نشوفوا التداعيات نتاعها. احنا ما نعرفوش توا سي حمد الجبالي وحركه النهضه يعني شركائنا في الائتلاف كيف باش يكون رد فعلهم اذا كان يعتبروا ان هذا يعني ضرب من تخريب الحكومه وكذا مش يحل علينا باب. لابد ان سي محمد عبد القرار الحساب ان شاء الله يكون نجم نراقب الازمه هذه وما نخليهاش تؤدي الى اكثر مما ممكن تؤدي من الخسائر في الائتلاف الحاكم اللي ما نحبوش نضعفوه في الظرف هذا بالذات وميديوكي وقريب الدستور يحضر ما نحبوش من باب اولى واحرى انه يتفتت. ثم مشاريع كثيره وثم كثير من السكاكين تتمضى للائتلاف الحالي بنيه او بامل تعويضه بائتلاف اخر، ولو يكون حزب النهضه هو القلب بتاعه نحو المؤتمر المتكتل المقبول كذا يعني ثم برشا ناس تعمل بحسابات من النوع هذا. انا نجم ناكد لكم من الان ان الحسابات هذه ستكون خاطئه وستكون وهميه وسوف لا تؤدي الى شيء. نشكركم حضوركم ونرجو الدقه في نقل الخبر وبارك الله فيكم.